السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد ودائما على قناة شروحات للمعلوميات. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف فيه إلى طريقة تفعيل خاصية التحقق بخطوات الحساب الأوتوماتيك. كما نعلم جميعا فهذه الطريقة تساعد كثيرا على حماية حسابك من الاختراق أو شيء من هذا القبيل. كما تطرقت في شرح في درس سابق لشرح طريقة تحقيق الخطوات عن طريق إيميل الجيميل، في هذا الدرس سأريكم الطريقة عن طريق بريد الهوتمايل. فكما نعلم جميعا فالهوتمايل يتم اختراق حساباته بكل سهولة ليس كالجيميل. لهذا سأريك هذه الطريقة تساعد كثيرا على حماية حسابك. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى حسابك على الهوت ميل، تقوم بتسجيل الدخول، ثم بعد ذلك تذهب مباشرة إلى بارامتر دو أكونت. نذهب إلى بارامتر دو أكونت على هذا الشكل، ثم ننتظر قليلا لإشارة فقط. فيجب عليك أن تقوم بإضافة الرقم الهاتف الخاص بك حتى تقوم بهذه الخطوات التالية. ثم بعد الدخول إلى بارامتر دو أكونت، ثم تذهب مباشرة إلى الأمان والخصوصية. جيد، هنا ستظهر لك هذه الخيارات من العديد من الخيارات، تختار المزيد من الإعدادات الأمان. جيد، بعد ذلك ستظهر لك هذه الإعدادات، ستظهر لك مجموعة معلومات عامة حول حسابك. هنا التحقق بخطوتين، تابع معي الطريقة فهي بسيطة للغاية. نقوم بالنقر هنا على إعدادات التحقق بخطوتين على هذا الشكل. جيد، بعد الذهاب إلى إعداد التحقق بخطوتين تنقر هنا على التالي. جيد، هنا سيعطيك مجموعة من الاختيارات، سنقوم باختيار أو نقوم بالنقر هنا على التخطي. جيد، بعد ذلك سيطلب منك أن تقوم بإعداد هاتفك الذكي باستخدام كلمة المرور التطبيق، ستقوم بالنقر هنا على التالي. جيد، تحتاج بعض التطبيقات أجزاء أخرى إلى كلمة أمر تطبيق أيضا. نقوم الآن بإنهاء على هذا الشكل. جيد، ثم نأتي إلى هنا كما ترون، ستجد هنا جهازك محمي بالتحقق بخطوتين بطريقة سهلة للغاية. كل ما عليك فعله هو أنك تقوم بتأكيد الإيميل البديل ثم الرقم الهاتف. جيد، بعد ذلك سنقوم بغلق حسابنا لنتأكد إن كانت العملية شغالة أم لا. نقوم بتسجيل الخروج، نقوم بوضع البريد الإلكتروني، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كلمة المرور. جيد، ثم نقوم بتسجيل الدخول لنرى إن كان فعلا قد تمت. كما تشاهدون فالعملية كما ترون فالعملية بسيطة للغاية. هنا ستقوم بإدخال الأربعة أرقام الأخيرة من الرقم الهاتف الخاص بك. جيد، هنا 93 و 32. جيد، ثم بعد ذلك نقوم كما تشاهدون قد تم تفعيل عملية التحقق بخطوتين كما تشاهدون الآن. هنا تقوم بإضافة أربعة أرقام الأخيرة من الرقم الهاتف الخاص بك وتنقرهم على الإرسال الرمز، ثم بعد ذلك سيأتيك كما تشاهدون الآن سيأتيك الرمز إلى الهاتف الخاص بك. جيد، أعتقد قد أتتني الرسالة إلى المنظمة الخاص بي كما تشاهدون الآن. نقوم بالذهاب إلى الرسائل الخاصة بالمنظمة الخاص بي كما تشاهدون. هذه هي الرسالة، الكود كما ترون هنا 033 ثم 47 22. جيد، ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على إرسال. وبهذا نكون قد قمنا بتسجيل الدخول إلى حسابنا على الهوت ميل بطريقة سهلة للغاية عن طريق التحقق بخطوتين. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الطريقة الجميلة لحماية حساباتكم من
اختراق أو شيء من هذا القبيل. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس، إلى دروس القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك على قناتي حتى يصلكم كل جديد.